الشاوية الخضرة ملكاني وزينها عجباني كاويانيكية كبة من الصخرة وعين الدخلة وعين القصب هي مدينتي الخضرة زينة النظرة العزيزة عليا فتحية ساكنة مدينة بن سليمان كاملين كل واحد باسم ديالو والله العظيم إلا كان حماق عليكم وتحية للسيد عامل عمالة إقليم بن سليمان السي سمير اليزيدي والمجلس الجماعي بن سليمان والسلطات المحلية ورجال الصحافة والإعلام وشكرا جزيلا للأمن الوطني والقوات المساعده والوقايه المدنيه والناس ديال المكتب الوطني للكهرباء وتحيه حب وتقدير لكم نتوما معنا الاخ ديال الفنان الكبير العالمي لما اقول العالمي كنقولها وكنفتخر بها بغينا تصفيقات حاره على الاخ ديال حسن الفن حسن الفن برافو على هذا الرجل والله العظيم بالله بغينا تصفيقات حاره حاره عليه وبغينا تصفيقات حاره على عبد الله الداودي مهرجان والتراثي الاختتام المدينة بن سليمان مع الفنان شوف هذا الجمهور هذا الاغنية الشعبية الامتياز الا يعبر انا غنقول عبد الله وانتم غتقولوا الداودي فرحة فرحة عبد الله فرحة كبيرة فرحة كاين غنقصر غنقصر غنشوف هذا الشيء هذا بنات بعيد عرفت واختتام المهرجان شوف هنا مافيهوش عبد الله مدينة بن سليمان بعد ما حضرت الرحال في البداية في مدينة الدار البيضاء صافا بن سليمان يلا بن سليمان يلا بن سليمان يلا بن سليمان يا سلام وكنشكر الله في الدنيا وكل فرمان وكل توفيق لك مدينة بن سليمان المدينة اللي كنعشقوها والمدينة اللي كنحبوها والناس الزايدة والزايدة والزايدة بن سليمان I'm gonna make it.
ديال المهرجان الغيواني والتراثي. المحطة الأخيرة كانت هي مدينة سليمان، فالنجم ديال هذه الليلة هو الجمهور الجميل. أنا كنعتز الجمهور ديال مدينتي، أنا مغربي كنحب المغاربة كاملين، لكن سليمان نائب المنطقة فتحية اليوم. شكرا جهة الدار البيضاء سباس على هذه الفكرة الجميلة، واليوم كنا حاضرين مع الفنانين الكبار بنت عبد الله الداودي